شو لازم نختار كستارتر بالمطعم الياباني؟ فينا نشرب أول شيء ميزو سوب، لأنه الميزو سوب قليلة بالوحدات الحرارية بتشبعنا قبل ما نبلش الطبق تبعنا. فينا نختار كمان السلطة الكراب أو سالمون سالاد، لأنه هيدولي كمان فينا يشبعونا وفيهم بروتين، ولكن ما نختارهم مع الكريسب المقلي. وفينا نختار كمان الإدامامي، لأنه كمان الصويا الخضراء بتشبعنا، ما فيها كتير كالوريز، وبذات الوقت بتساعدنا ناكل أقل بالطبق الرئيسي.